السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة كما تعودتو بلي عندنا كاين شي حالات اللي كيكونوا بحال هذا النوع ديال البانيني. هذا نوع اخر، هذه واحد البانيني راه دابا حاليا ما خدامش، الضوء ما كيدوزهاش ديفينيتيفمون. انا نركب لها الضوء وتشوفوا بعينيكم، راه انتما كتشوفوا ما خدامه، ما والو، ما فيهاش كاع الضو ديفينيتيفمون، مع العلم ان الضو كاين. ها هو الضو، انا كنشعلو هو دايز ما كيدوزلاش. دابا ان شاء الله غادي نسرعوا في العمل ونشوفوا شنو هو السبب اللي مخلي هذا البانيني ما خدامش. بسم الله السميع العليم. طرونبيس عندي كيلصق البيس، وكتشوف راه البيس كيتحيد، هاهو البيس عندي طرونبيس بالضبط، هاهو راني كنحيدو منو كيزول ديريكتومون. دابا بقالنا نحلو هاد السيكتور، هذا الوجه ديال الضو اصلي. هلا انا بيس دابا غنوصل هنا، لا جبنا لاباري ديال الضوء، هي هادي بالضبط، غنتاكدو فين وصلنا الضوء وعلاش ما مشاش للداخل. شفتين بعدا اصلا الضوء هنا، بسم الله. نو اذن مازال ما لصقناش، حنا نلصقو الضو. اذن الضو هو كاين هنا، اول حاجة هي هادي الضو وصلنا هنا. دابا غادي نقطعو هداك الدخول، غادي نوليو نحلوها دابا من الداخل نشوف شنو وقع. الحلال اللي حلينا قبيله، شوفوا الضوء واش غيوصلنا لهاد البلاصه بالضبط. هنا البانيني فيها هادو الخيوط ديال الضوء الاصليين، هما هاد الجوج، هذا وهذا، واحد داز لا ريزيستونس ديريكت هنا ودار معاها، وواحد داز لنا نوتر كيمشي لنا ديريكتومون لعند لابارت الدوزيام بارتي. اذا حنا باش نعرفوا الضوء واش وصل ولا ما وصلش، اول حاجه خصنا نعبروا ما بين هذا، نعبروا من هنا، نعبروا من هنا البواطه اللي برا، ونشوفوا فين شكون هو الخلل، واش الخلل غير في الدخله ولا في كل شيء. يعني بعدا نلصقوا الضوء اللي هي، لقينا الضوء نشوفوا هنا واش وصلنا الضوء هاد البلاصه هادي، واش وصل الضوء هنا. اذا ما وصلش الضوء، هو ما وصلش هنا، ما وصلناش الضوء. اذا منين ما وصلناش الضوء، اذا منين الديفو، ديفو كاين غير في هذا الخيط هذا، اولا في هذا الخيط هذا، ان هذا الريزيستونس اللي كتشوفوها هنا هي الريزيستونس اللي في الجهه الاخرى، كاينين جوج، ولكن هذا راه طري منو كنحكموا. الا ما وصلش الضوء لهذه البلاصه هذه بالضبط الاولى هذه، اذا عندي العطب غير، ما عنديش العطب في الجهه الاخرى. اذا غادي نقطع الضوء، غادي نطفيه وغنشوف شنو هو السبب. هذا هادي لاكين، ها هي كتشوفوها، هادي لاكين كتكون عندنا هنا واحد لا ريزيستونس، هي هنا لداخل، حنا غادي نشوفوها. فوالا هي لا ريزيستونس، هاد ريزيستونس نشوفو، نشوفو الضوء واش كيوصلنا من هنا لهنا. الى لقيناه كاين نعرفو هاد ريزيستونس مشات نصلحوها. فوالا غادي نعبرو غير هنا، ما واصلش الضو، كان ما واصلش. دابا غادي نعبرو ما بين هنا هنا وهنا، فوالا الضو كاين. اذا شنو مشى لنا هنا؟ مشات لنا لا ريزيستونس.
جاتنا لا ريزيستونس هادي، هادي ستير ريزيستونس ها هي الونطري ديالها فيه والسورتي ما كاينش فيه الضوء. اذا الديفو كاين فهاد لا ريزيستونس هادي، هادي القطاسه اللي كتشوف. دابا حاليا انا ندير لها واحد الحل، انا غادي ندير لها واحد الحل هادي باش ما نخليهاش واقفه باش تسخن لي البانيني. غادي ندير لها هكا نشانتيها بواحد الطريقه نجربوها واش غتخدم لنا. شوف لا ريزيستونس واش هتشعل لنا الوجه ديال البانيني. الا شعلت لنا الوجه ديال البانيني غنعرفوها راهي منها، غنصلحوها دابا ان شاء الله. غنبدلو لها ديك لا ريزيستونس، لكن ما خصنيش نخلي هادشي عريان، شي راه خصو يتغطى البروتيكسيون باش ما يوقع ليه والو. واخا نسدها ما نخافش، فوالا انا غطيتها. الديزولاسيون هي الاساس اللي كتشوفوا هنا، هاد الكوات شويات هي خاصها تلصق البروتيكسيون ديال الفم ديال هذا الفيش باش ما يكونش عندي فيه موفي كونتاك. وعاد لصقها دابا عاد بليصا ونشوف لا ريزيستونس. غنعبرها هنا على برا قبل نلصقها لداخل، غنعبرها برا هنا غادي نولي نطلق الضو ونشوف واش داز لي الضو لديك الجهة. ثاني نتأكد منها دي اباراي سبيسيال اللي كتشوفو تاهي راه بحالها بحال بحال الاخرى. دابا نشوفو الضو واش داز لنا لهنا لهاد الراس. اذا هو الضو داز، اذا ديفو مناش كم من هاد الريزيستونس. كاينه واحد الريزيستونس هي مخبعة لداخل، انتبهوا ليها مزيان. كاينه واحد الريزيستونس هي هنا لداخل راه كتكون مغطية ما كيشوفها حتى شي واحد. هاد لاكين هادي راه كتكون خصها واحد الريزيستونس، هي السبب دابا اللي دارت لنا هاد العطب. ودابا ان شاء الله غادي نلصقوها باش واش تشعل لنا وجهنا وجهها. غادي نبلاصيوها بلاصتها بلا لا نزيروها، غادي نحطها هكا وجهها وغنشوفو لي شعلو هاد البولات راه خدامة بسم الله. فوالا هاهي البولة شعلت. إذا هنا كتبين لك بلي لا ريزيستونس هي السبب ديالها. إذا هادي دابا البانيني راه كتسخن من الداخل، هي بدات كتسخن، هي كتسخن إذا خدامة حتى شعلت هاد البولة هادي. ومن عاد تقطع غنشوفوها قطعت هنا، خاصها تقطع راسها. لما قطعتش عرفوا كاين ايرور واحد اخر، نتسناوها حتى تسخن عاد نقطعها. دابا ضروري خصنا نتسناوها حتى تقطع حتى تشعل هاد البوله خضراء عاد نعرفوها راه مزيانه ولا لا. هانتوما معايا على ما تقطع ان شاء الله. دابا حاليا هي بدات كتسخن، هي سخنت بدات كطلع الحراره هنا حتى كطلع خصني تقطع. الا ما قطعتش شعلتش البوله الخضراء راه ما خدامهاش، كاين الخلل مازال غيكون. غنحيدو داك الشك حتى تشعل البوله الخضراء. دابا حاليا هانتوما كتشوفو هي شعلت البوله الثانيه، اذا راه قاطعه دابا حاليا. إذن هذا هو سيستيم ديال البانيني كيفاش خصها تخدم، هذه هي الطريقة ديالها. وما تنسوناش من لايك وديزابوني جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.